السلام عليكم، أنا باسل عساف وأهلا فيكم في قناة Pathology Dynamics. اليوم رح نحكي عن مرض جديد اللي هو Bluetongue Disease. مرض Bluetongue هو عبارة عن مرض فيروسي ينتمي لجينس أوربي فيروس من عائلة الريوفيريدي، وهي العائلة من الفيروسات تحتوي على Double Stranded RNA. الفيروس ينتقل عن طريق الحشرات، بالتحديد ميجز من نوع كيوليكويدس، وبالتالي هو كمان يصنف أربوفيروس. والأربوفيروسز هي عبارة عن أي نوع من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الحشرات، وبالتالي مرض بلوتونغ هو عبارة عن مرض موسمي يعتمد على توفر الحشرات الناقلة له. فيروس بلوتونغ قادر على إصابة كثير من المشترات، لكن بالتحديد هو أكثر ضرر للخراف بالإضافة إلى الماعز والأبقار. وطريقة دورة الحياة هي أن الكيوليكويدس المصابة حاملة الفيروس عندما تتغذى على دم من الخراف مثلا، فهي تنقل الفيروس إلى الدورة الدموية لهذا الحيوان، وأثناء تواجد الفيروس في الدم تأتي كيوليكويدس أخرى غير حاملة للفيروس تتغذى على الحيوان المصاب وتأخذ منه الفيروس ثم تنقله إلى حيوان آخر غير مصاب. لو بدنا نفوت في التفصيل أكثر في الباثوجينيسيس لبلوتونغ فيروس، الفيروس يصيب الاندوثيليال سيلز المبطنة للأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى فاسكولايتس التهاب الأوعية الدموية، بالإضافة إلى ثرومبوسيس تخثر في الدم هناك، وتحشر الدم هذا يعطي اللون الأزرق للعضو المصاب، ولذلك هذا المرض أخذ اسم بلوتونغ لأن اللسان يصبح لونه أزرق، بالإضافة لأنه الفيروس يصيب الماكروفاجز والدندريتيك سيلز في الليمف نودز، وهذا يؤدي إلى درجة عالية بالالتهاب في الأعضاء المصابة. هنا مثال على cyanotic tongue من شيب، وهذا مثال آخر. بالعادة بيكون اللسان فيه إديمة، عشان هيك بيكون منتفخ وخارج فم الحيوان. ممكن كمان الفيروس يسبب stomatitis اللي هو التهاب الفم، وهنا بنشوف الإيروجين والريدنينج of the mucosa بالإضافة إلى تجمع الفايبرين ديبوزيتس. من أهم العلامات الفارقة لهذا المرض في الخراف اللي هو عبارة عن تكون multifocal areas of hemorrhage أو petechiation at the base of pulmonary artery. أيضا الخراف المصابة ممكن أن نشوف احمرار وانتفاخ في الكورونري باند في الشيب فوت، وبالتالي إذا وجدنا لسان منتفخ ولونه أزرق وخارج عن فم الحيوان بالإضافة إلى البيتيكيشن في البيس أوف بالمونري أرتري وكورونيتس في الفوت، هدول عبارة عن كاركترستيك كومبينيشن لبلوتونغ ديزيز. هلا خلينا نتفرج تحت الميكروسكوب على شريحة من لسان من خروف، لكن كالعادة خلينا نتفرج على النورمال هيستولوجي قدر المستطاع من هذا السكشن، فناخذ هاي العينة من هنا مثلا. ممكن تشوف على low magnification وجود أكثر من taste bud، هاي واحدة هون، هاي نوع تاني، هاي واحدة ثالثة، هاي واحدة رابعة هون، واللسان مغطى بطبقة من الستراتيفايد سكويمس إبيثيليوم شبيه بالجلد، لكن الفرق أنك لا تجد الأدنكسة اللي هي الهير فوليكلز والسباشيس جلانز والسويت جلانز في السبنيكوزا، لكن بالبديل رح تلاقي في سليفري جلانز. وتحت السبنيكوزا رح تلاقي عبارة عن فات وسكيلتال ماسلز اللي هي بتساعد على حركة اللسان الإرادية. هلا نعمل مراجعة سريعة قبل ما نشوف الليجن في هذا اللسان. نتذكر إنه بلوتونغ ديزيز يصيب الاندوثيليال سيلز ويؤدي الى فاسكولايتس، وهذا الفاسكولايتس يسبب إديمة وهيموريج وفايبرين ديبوزيشن. كذلك الفيروس يصيب الماكروفاجز والدندريتيك سيلز، وهذا يؤدي الى درجه عاليه من الانفلاميشن. الان راح نلقي نظر على هذا الجزء من اللسان لانه هو اكثر جزء مصاب. راح نلاقي انه الميوكوزا الابيثيليوم از مالتي فوكالي ايرودد، فجزء كبير من الابيثيليوم مختفي هون او ulcerated كليه مختفي، وهذا الفرق بين الايروجين والالسريشن، بالاضافه الى انه الادجيسنت epithelium hypertrophic and acanthotic أسمك من الوضع الطبيعي. على تقريب عالي من هاي المنطقة منشوف انه الاروجين والالسريشن مستبدل بطبقة خميلة من السيروسيلولار كراست اللي هي عبارة عن خليط من الخلايا الميتة بالاضافة الى مكونات السيروم مثل الفايبرين واذر بروتينز، بالاضافة الى وجود مجموعة من الفايبل والديجنريت نيوتروفيلز. هاي النيوتروفيلز اللي إلها مالتين لوبيوليتد نيوكلياي بتشوف اماكن من الهيموريج فايبرين ديبوزيشن كمان. وإذا بنتفرج على الـ adjacent epithelium في هاي المنطقة رح نشوف إنه في درجة عالية من الإديمة، وهذا ظاهر بالـ vacular degeneration والـ hydropic degeneration اللي بتشوفه في الـ epithelial cells، وبتشوف كيف في إنه خليط من الـ inflammatory cells برضو مشتركة في هاي الـ finding هون. وأحيانا في منتصف الـ epithelium رح تشوف clefts وداخلها تحتوي على serocellular material as well، مكون من خليط من الـ degenerate inflammatory cells بالعادة، وهي عبارة عن pustules. وإذا بننزل على الـ submucosa بتشوف درجة عالية من الهيموريج زي ما حكينا، وهذا بالعادة بيكون مصاحبها إديمة، وهنا مثلا بتشوف في توسعات في
نسيج وفايبرين ديبوزيشن زي هالمنطقة مثلا. بالإضافة إذا بتتفرج على تقريب عالي بتشوف إنه البلود فيسلز اللايننج اندوثيليال سيلز ار هايبرتروفيد، حجمهم كبير ورياكتيف، وهذا جزء من الإصابة في المرض زي ما حكينا. وبالتالي الوصف لهاي الإصابة هي عبارة عن ulcerative glossitis. glossitis اللي هو التهاب اللسان، والulcerative هي عبارة عن وصف لأنه عبارة عن تقرحات في اللسان. طبعا زي ما حكينا هاي يصاحبها pustules وfibrinoid vasculitis وsubepithelial hemorrhage and edema. احنا حكينا سابقا انه الخراف اكثر الحيوانات العرضة للإصابة ببلوتونج فيروس، لكن الماعز والأبقار عرضة كمان، بالإضافة إلى كثير من الحيوانات المجترة البرية في أمريكا الشمالية مثلا زي الإلك والبايسون والغزلان. أنصحكم أنكم تزوروا صفحة الجوينت باثولوجي سنتر اللي محطوطة في صندوق الوصف تحت الفيديو عشان تقرأوا تفاصيل أكثر عن الديفرنشال دياغنوسيس. وبالنهاية شكر خاص كالعادة للجوينت باثولوجي سنتر لتوفير هاي الشرائح، وإذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك بوتون وشاركوا الفيديو مع زملاء لكم ممكن يستفيدوا منه. ودائما أنا بشجعكم تحضروا الفيديوهات السابقة لأنه إحنا عم نبني معلومات على بعضها البعض، ولا تنسوا تشتركوا في القناة حتى توصلكم أجدد الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.